السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک نبی وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي إسماعيل وإسحاق إن
بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهبا وهبا سبحان الله سبحان الله. الله أكبر بسم الله سبحان الله سبحان الله. والآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى
سبحان الله سبحان الله وهو سبحان الله سبحان الله ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما سبحان الله ووجدك عائلا فأمنا فأما اليتيم فلا السائل فلا تنهر وهو سبحان الله سبحان الله فأما اليتيم فلا أما السائل فلا تنهر وهو سبحان الله سبحان الله وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Bam, bam, bam.
الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.